طوابيره أمام منبع أولاد عثمان المتواجد بزمورة شمال ولاية برج بعريريج، منبع يقصده العشرات من المرضى للتداوي من أمراض البروستات والكلى. دينا هاللابوراتوار لقيناه أحسن ما من هذاك الوقت إلى يومنا هذا، والناس من كل ولاية تجي مصطيف، تجي مبرج، تجي ممسيلة، تجي متزاير، من كل قرى هذوك اللي تابعين له كامل يجيو يعمروا منا الماء. نجيو نديو منا هذا الماء تاع ولاد عثمان خصيصا، ما نكذبش عليك أنا واحد من الناس ولفتو خلاص ما نشربش ماء من غيره. عندي الوالدين الأم والأب يجي الماء هذا يخطيهم الماء هذا ما يشربوش. يعني ما شاء الله هايل. مياه عين ولاد عثمان ساعدت عددا من المرضى على التخلص من مشكل الحجارة في الكلى حسب رواية هؤلاء. بالنسبة للماء هذا يسمى بالتجربة، الناس مجربينه، كاين شيوخ هذا باك اللي عندهم كانوا مرض بالبروستات، الحمد لله جعل ربي الشفاء به. وبالنسبة للكلاوي هذا ما كان شخصيا، سما كانت عندي حجرة فيها 6 ملم تقريبا 2 سنتيم، وكداهم تاع الماء هذا يعني الحمد لله، يعني عاود درت راديوات عن طبيب وهبطت. حسب التجارب والناس اللي شربت منه مليح، فيه الدواء الكلوي على كل، يقوم بتفتيت الحجاره. قصص وروايات الشفاء قد لا يصدقها البعض، غير انها تبقى قريبه الى الواقع بعد عزوف بعض المواطنين عن زياره المستشفيات والاكتفاء بمياه منبع اولاد عثمان.